السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معانا النهاردة 3 فقرات، هما فقرة المذيعة بسمة وهبة، وفقرة مريم فارس، ومحمد رمضان. ورجاء الاشتراك في القناة واشتراك في القناة وعمل دعم لإعجاب أو شير للقناة. ونتناول 3 مواضيع. بسمة وهبة، بسمة وهبة من المذيعات الناجحة اللي هم أثبتوا نجاحهم في التلفزيون، وتطلع كاتبة بوست مكتوب فيه الحجاب اشتقت إليك. فإذا كنت اشتقت للحجاب فسهل خالص إن أنت تتحجبي مرة تانية، لأن أنت كنت أساسا محجبة، ولما بدأت عملك في التلفزيون كنت محجبة وبتقدمي برنامج ديني، وربنا وفقك وكانت وأثبت وجودك ونجاحك في تقديم البرنامج، ولكن غيرتي منهجك وغيرتي أسلوبك وغيرتي وقلعتي الحجاب. فقلعت الحجاب فلكل جواد كبوة، فممكن ان انت تقومي تاني وترجعي وتلبسي الحجاب مرة تانية، وترجعي الى ربك مرة الى ربك، لان الاسلام الدين الاسلامي وتعليم الاسلام ما تكتملش الا بلبس الحجاب للسيدات، حتى تقبل صلاتك وتقبل ويتقبل صومك ويتقبل كل الأعمال الخيرية اللي انت بتقوم بيها، وكل دعواتك لكي ولأولادك ولأسرتك ربنا يستجيبها طالما انت بتأدي التعليمات بتاعت الدين. فسهل قوي ان انت كنت محجبة، وممكن انت يعني في يعني سبت الحجاب فترة، وممكن ترجعي تاني وتتوبي الى الله، ان الله تواب رحيم، فان ربنا بيقبل التوبة. فاستغفري ربنا واستغفريه والبسي الحجاب مرة تانية، وقدمي البرامج بتاعتك وهتنولي النجاح والتوفيق باذن الله. مريم فارس كانت موجودة في حفلة في السعودية، كانت متوقعة لحضور الحفلة ديت، وقامت قدمت الفقرة بتاعتها، والفقرة بتاعتها كانت إنها اللبس اللي هي لبسها لبس الكاسيات العاديات، يعني أكنها مش لبسة أكنها عريانة، والموسيقى والحركات اللي هي بتعملها لا تناسب المكان ولا تناسب المكان المقدس اللي هي موجودة فيه. فالسعودية مكان مقدس، يجب أن يكون فيه احتشام وفيه احترام للمكان اللي هي جاية تأدي فيه الحفلة، لأن الناس اللي جايين يبتهجوا، جايين بسطوا، مش جايين يرتكبوا ذنوب، مش جايين يرتكبوا ذنوب. وبعدين معظم اللي هم حضروا الحفلة قالوا لك احنا كنا عاملين زي ما يكون منومين مغناطيسي، يعني ما هوش من ساعة ما هي طرقت بالحركات اللي هي بتعملها والموسيقى الأغنية، حسوا جميعا انهم منومين مغناطيسي وليس لهم السيطرة على انفسهم، بان هم ممكن يقوموا ويسيبوا الحفلة. فالبعض قالوا ان في الماسونية في امريكا بيتابعوا اسلوب الموسيقى والحركات في التنويم المغناطيسي، مش زي التنويم المغناطيسي اللي كان بيستخدم زمان. فبالموسيقى وبتأدية بعض الحركات ممكن ان الناس اللي موجودين يكونوا نوموا مغناطيسي، بحيث ان هم ما يقدروش يسيبوا المكان ولا يقولوا رأيهم الا بعد انتهاء الفقرة ذات نفسها، فقرة الأغنية، والموسيقى تقف. ولكن هي مريم فارس راحت حفل السعودية بناء على ان في دعوة راحت لها، فاللي بعت لها الدعوة هو برضو المسؤول عن 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 إقامة هذه عن أداء هذه الأغاني وأداء هذه ووجود هذه الأفراد، وجود واحدة مغنية زي مريم فارس، وبعدين أغانيها وحركاتها ورقصها موجودين من زمان ومعروفة هي بلبسها
يعني الكاشف العاري ورأسها رأسها يعني رأسها اللي متناسبش مع يعني مع المكان اللي هي موجودة فيه، يعني معروف 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 رأسها وطريقة لبسها من قبل ما تروح. فاللي دعاها هو اللي غلط في الدعوة، غلط في الدعوة. وبعدين ديت تمثل يعني نجمه معظم الفتيات الصغيرين والسيدات يعرفوا يحبوا يتمثلوا زيها ويشوفوا لبسها وطريقه رقصها وطريقه اديتها للاغاني، فيبداوا يتشبهوا بيها وياخدوها مثل اعلى لهم. طبعا ده مثل سيء، ودي اماكن مقدسه، ودول ناس يعني ناس يعني بيلتزموا بالدين وبيلتزموا بتعليم الدين، فيجب ما يكونش مثلا الأغاني المغنيات ولا المطربات والراقصات دول ما يكونوش يكونوا في حدود التعليمات، ويكونوا في عليهم شروط في تأدية الأغاني اللي هم بيأدوها. حتى لا تكون مثل سيء للبنات المراهقات الصغيرين اللي يحاولوا يقلدوا المغنيات والممثلين والراقصات. فيجب ان احنا لما بندعي بعض المطربين لحضور هذه الحفلات يجب يكون في بعض يعني بعض التعليمات او بعض الشروط في تأدية الاغاني وفي تأدية الرقصات في مثل هذه الحركات في مثل في المكان في الاماكن المقدسه، ويجب مراعاه انها اماكن مقدسه، يجب الالتزام بكل التعليمات الدينيه الموجوده فيه. الفنان محمد رمضان فنان ناجح وأثبت وجوده في الوسط الفني، وكل زملاته الفنانين بيعترفوا إن هو إنسان ناجح، وإن هو أثبت وجوده في لأنه مخلص في عمله، وبيحب يخوض كل جميع المجالات من تمثيل وغناء. فأثبت نجاحه في التمثيل وفي التمثيل وفي الغناء. ولكن بصينا لقينا الأستاذ الغيطي اللي هو المذيع في التلفزيون اسمه الغيطي، طالع بيقول ان هو ان محمد رمضان خد منه من هو عامل ديوان شعر او ديوان اغاني، وان محمد رمضان خد منه اغنيه بدون اذن منه، وانه هيرفع عليه قضيه ويقضيه في ان هو ازاي ان هو خد الاغنيه وغناها من غير ما يستاذنه او حق الملكيه، او لان ده الديوان اللي هو عامله او الشعر اللي هو مطلعه، فيجب ان هو يستاذن ويتم الحساب بينهم على الاغاني اللي هو اللي محمد رمضان خدها من الديوان بتاعه. وطبعا محمد رمضان ما هوش يعني هيتفاهم مع الغيطي ويشوف، وياريت نحل الموضوع ده يتحل ودي بدون محاكم وبدون قضايا، حتى لا تكون هناك مشاكل وخلفيات بين لان الوسط الفني والوسط الاعلامي يعني وسطين يعني قريبين من بعض، ونفس المعامله في نفس المجال. فيجب التفاهم بين الاثنين على حقوق الملكيه لمثل هذه الاغنيه اللي محمد رمضان اداها.